ربما توحي مشاهد القصف هذه على أرياف حلب وما ينتج عنه من دمار وضحايا بأن ما يجري ليس في هدنة يتم بشكل يومي التأكيد على تثبيتها والمحافظة عليها. إن كانت هذه الهدنة فكيف تكون الحرب إذن؟ يتساءل الأهالي في ريف حلب الغربي. هي الهدنة يمكن من طرف واحد، بس نحن التنفيذ علينا فقط كشعب سوري في سوريا هون، والتنفيذ بس نحن بننفذ الهدنة. لا يمكن تطلع طلاقة من عنا، بيقوم طيران الاحتلال الروسي خلال يومين ثلاثة وأربعة، قصف المدارس، قصف البيوت الآمنة. نحن امبارح شباب هون عم يلعبوا رياضة، أطفال وشباب عم يلعب بالمدرسة طابة كرة قدم عم يلعبوا، بتقصفهم الطيارة بيروح فيها 7 شهداء. 18 قتيلا، 80 مصابا، تدمير مشفى ميداني ومدرسة ومعمل للصناعات الدوائية هي حصيلة القصف الروسي خلال 6 أيام فقط على مدن وبلدات ريف حلب الغربي وحدها. نحن أحصينا كدفاع مدني الأسبوع الماضي من قصف على المناطق الريف الغربي في حلب، دار تعزة، قبتان، منصورة، كفر ديال، بشنطرة، خان العسل، كمان ضرب خان العسل. أغلب المنشآت اللي تعرضت للقصف هي مشافي ومعامل ومنازل مدنيين. مثل امبارح في دار تعزة تقريبا شي 7 شهداء جميعهم من الأطفال، يعني كانوا أولاد صغار بيلعبوا طابة في المدرسة، وشي 20 مصاب. ومع تصاعد حملة القصف هذه تتصاعد وتيرة النزوح باتجاه المناطق الحدودية من جهة، وتتصاعد إلى جانب ذلك الدعوات لمساعدة مئات العائلات النازحة هربا من القصف إلى الأراضي الزراعية لا سيما في ريف حلب الجنوبي من جهة ثانية. 7 ضحايا من المدنيين قتلوا بقصف طائرات الاحتلال الروسي لمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ليضاف إلى عدد آخر قتلوا خلال هذا الأسبوع أيضا بقصف مماثل لهذه الطائرات على معظم مناطق ريف حلب الغربي. إبراهيم خطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي.